نشوفوا توا التمرين عدد أربعة، نفس التمرين، التمرين عدد أربعة. هنا عندنا إشكال، أنتم ما يمكنش يظهر لكم دو بارتي. دونك هذا التمرين عدد أربعة، لا بريمير كيستيون. نشوفوا واحد من أصدقائنا اسماح، سنشوفوا ساعة زياد بن جدو شنو هو الإشكال اللي عنده. وي زياد، زياد السلام عليكم. أهلا بولدي، مرحبا. هاي نجمش تجاوبنا على التساؤل في السؤال الأول في الرقم تمرين عدد أربعة؟ أقرأنا الساعة التمرين شو يقول. Pour obtenir 5000 ml d'eau sucrée, on dissout 250 g de sucre dans l'eau. Identifiez le solvant et le soluté. Identifier le solvant et le soluté. Le اسمعني اسمعني، انت شنو عندنا؟ عندنا الريسيبيون مثلا، باش ناخذ بيشير، شنو حطيت فيه؟ البيشير هذه شنو حطيت فيه؟ قول لي. او اي سكر. دونك فيها لو، اي اون اجوتي دو سكر. واضح؟ باه، شنو مطلوب منك؟ هو قال بور اوبتوني 5000 ملل دو سكر. دونك في الاخر بالكل باش نتحسن، كي انا نعمل اجيتاسيون، سي اون في لاجيتاسيون باش نلقى في الاخر اون سوليسيون شو اسمها؟ سوليسيون اكوز دو سكر. ايوا يا ودي ما احلاها الوليد هذا، شو اسمها؟ سوليسيون اكوز دو سكر. هذا علاش قلت اكوز؟ منين جبتها؟ قولنا علاش؟ خاطر الاو هو السولفون. لورسكو نوتيليز لو دونك تولي اسمها سوليسيون اكوز. وي بي راه تبع شوي. معناتها احنا توا في الطليان يقولوا لاكوا، لاكوا مينيرالي يعني سيد لو. دونك لاكوز جاي كلمه اكو يعني فيها الماء. دونك كل واحده باش تستعمل فيها نجم نقول عليها سوليسيون اكوز. تري بيان. دونك قال لي توا ايدونتيفي لو سولفون. اعطينا شكون السولفون يا ولد. دونك انا توا باش تقول لي دونك السولفون شكون؟ سي لو. دونك انا باش نكتب سولفون. لا سولفون هو دو بوان لو، اي سوليتي سي لو سكر. باه هنا انت يمكن عطيت الريبونس قبل كل شيء. قال لي دوني لو نون دو لا سوليسيون اوبتونو، اش اسمها السوليسيون؟ سوليسيون اكوز دو سكر. صحيح، دونك اش نسميها؟ سوليسيون اكوز دو سكر. سوليسيون نكتبوها بالازرق خير. دونك سوليسيون اكوز دو سكر. وانت فاهم تو فهمنا علاش قلنا سوليسيون اكوز. سوليسيون اكوز ما صحيت. تري بيان يا زياد يا وليد يا سمح. ناخذوا يوسف الشرني. اي يوسف. وي سلام سو. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ لاباس لاباس عليك. الحمد لله. قاعدين نستفادوا المفيد. باه شوف يا ولدي، انا باش نطرح عليك ساعه سؤال قبل ما تعطينا لو كالكول. شنو السؤال ساعه؟ اعطينا سؤال، شو يقول في سؤال سي؟ اش قال لنا في سؤال سي؟ لا كونسونتراسيون دو سيت سوليوشن. باه قبل ما تعمل لنا كونسونتراسيون، شنو تعرف انت سي كوا لا كونسونتراسيون بور توا؟ معناتها مسيو سي ايغال ام سور في. باه هذه توا هذه بالنسبه لك انت كونسنتراسيون هي سي ايغال ام سور في. سور في. انا هاوش نقول لك حاجه اخرى، انا نعرف اللي رو زيد ساوي ام سور في. وي شنو الفرق بينات؟ سي لا كونسنتراسيون ماسيك دان سوليتي كي سو ديسو. سي سي لا كونسنتراسيون ماسيك دو سوليتي كي سو ديسو. وي ام سي لا ماس دو سوليتي
عاود ثبت في الكلام تو شو قلت لي انت؟ قلت لي سي سي لا كونسونتراسيون ولا ام؟ شكون اللي تحكي عليه انت تو؟ سي سي لا ثبت شو؟ كونسونتراسيون ماسيك دان سوليتي و ام نعم لا ماس دو سوليتي كي سو ديسو و في لو فوليوم توتال دو لا سوليسيون. باهي هاو باش نعاود نكتب لك انت وانت باش تقول لنا كل واحده شنو هي باش نكتبها في الوسط سي ايجال ام سور في بور تو الموند هذا للناس الكل باش يبدا عندنا فكره كل تيرم لهنا باش نعطيو السينيفيكاسيون نتاعو حسب صديقنا دونك توا صديقنا باش يعطينا صديقنا يذكرنا باسمه يوسف يوسف باهي اي سي يوسف اي كل واحدة مش تقولنا شنو هي اعطينا ساعة سي سي كوا سي سي لا كونسونتراسيون ماسيك دان سوليتي دونك كونسونتراسيون ماسيك دان سوليتي دان سوليتي اي اعطينا ام سي كوا ام سي لا ماس دو سوليتي كي سو ديسو أو ممتاز ياسر يعطيك الصحة دونك ام سي لاماس لاماس دو سوليتي كي سو ديسو تري بيان باه اعطينا في سي كوا في سي لو فوليوم توتال دو لا سوليسيون تري بيان سي فوليوم دو لا سوليسيون دونك في فوليوم دو لا solution يعني بما فيها الفوليوم نتاع السوليتي والفوليوم نتاع السولفانت تري بيان دي مسيو يعطيك الصحه اي مالا توا انت وليد توا باهي برشا او توا فرقنا بين الكونسنتراسيون وولينا نفرقوا زاده بين الماس فوليميك والكونسنتراسيون مالغري اللي هما عندهم نفس الاكسبريسيون نفس الريلاسيون يعني عندهم نفس الصيغه يتكتبوا الاثنين ام على في ولكن ماهيش كيما الام اللي موجوده في الماس فوليميك كيما الام اللي موجوده في الكونسنتراسيون دونك هنا ظهر لي الام سي لا ماس دو سوليتي كو سو ديسو بار كونتر في الماس فوليميك ام سي لا ماس دو كور او اون فا ديتيرميني سا ماس فوليميك وهنا ثم فرق ما بين الزوز حاجه اخرى احنا قلنا راهو لا ماس فوليميك في الفيزيك ديما عندنا لوتيليزاسيون في الفيزيك كل ما نقراوه هو نطبقوا فيه احنا يوميا نعملو في الفيزياء الصباح ناخذ اون تاس دو كافي اي اون مي دو سكر لا ددون اي اون اجيت كيف كيف ان بول دو لي اي اون مي اوسي دو سكر اي اون اجيت ولا نحطو له بار اكزومبل دو شوكولا ولا نحطو له اي نوع من الكافي باش يعطينا هذا الكل انه احنا قاعدين نطبقوا في الفيزيك من غير ما نشعروا لكن احنا توا بدينا نفهم الكونسنتراسيون حاجه هامه برشا باش كي نعمل جوي في الدار ولا نعمل حاجه نقرا حساب الكونسنتراسيون نتاع الماتير اللي حاجتي بها كيما السكر بار اكزومبل قال لي تاو كالكولي لا كونسنتراسيون دو سيت سوليسيون اش نجم تقول لنا تاو يا ولدي سي ايغال ام ام سكر سور في او دونك بالنسبه لنا احنا سي ايغال شوف تكتب ام سكر ايوا سور في او دونك ام سور في Avec M, c'est la masse du soluté qui se dissout, elle est au sucre, sur V, c'est le volume de la solution. Donc, qui n'aime l'application numérique, je peux vous dire Ça marche, monsieur, je me tâte la choix sur le work 5. Ah, il te fasse. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps par sa valeur. Hedi. Voilà, je t'ai Oui, monsieur, je n'ai de temps le 5, je vais voir l'adit. Ah, l'hne. انت ما خرجتيش السري مازلت خاطر خلطتوا ما دخلتوا مخر وما فما اصحابكم ما دخلوش وريوهم كيفاش يدخلوا المره الجايه تفضلي شنو نكتب ام قداش ام ام 5000 مليليتر دو سكر ام 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 250 غرام 250 غرام وفي 5000 ولا 500 5000 مالا لهناش باش نكتب دونك شنعمل ابليكاسيون نيميريك
C 250 égale donc 250 grammes grammes sur sur 5000 5000 millilitres. millilitres. Égal à quoi? Donc, il y Oui. a 0,05. Je n'ai l'unité, Grammes par millilitre. hein? صحيح. Gramme par millilitre. ولاحظوا مليح وأنه جرام تكتب مينيسكول ومليليتر نكتبه ام مينيسكول و ال ماجيسكول. هنا ناكد برشا على خاطر راه سي تريز امبورتون باش نشدوا في مخاخنا كيفاش نكتبوا لي زونيتي دو ميزور خاطر سي تريز امبورتون. تو مش تحاول لنا لونيتي هذه خاطر هو قال لي خرجها لي بالجرام بار مليليتر وبالجرام بار لتر. كان نوريك انا لا كيستيون قال لي باش تخرجها ولا نحاولها طول حاول باش تحاولها من غير حتى ما يعطينا. نجمش تحولها لنا للجرام بار لتر؟ نجمش تحولها للجرام بار لتر؟ واش اكتبها لك لهنا باش تخمم مليح وتفهم. هاي صديقي عندنا سي ايجال 0.05 جرام بار مليليتر. نحب نحولها للجرام بار لتر باش نطبقوا. انت ماك حاضره معانا من اول الحصه باش أي نطبقوا. شنو اللي يمكنني انا باش نعمل هالحكايه هذه؟ كيفاش باش نحول؟ شنو نعمل بالضبط؟ باش نحول من الجرام بار مليليتر للجرام بار لتر اي شنو نعمل؟ sur هذه سي 1000 شفت هاي باش نكتبها 0.05 الجرام عندي ولا خاطر هو قال لي لو وي جالي باش قال لي لو جا وي بالجرام بار لتر جرام نخليها. لتر ما اصلها هي من هنا مليليتر ولا وي مش حولها لوين المليليتر هذه؟ لتر حولها لليتر. شنو نعمل لها باش تحول لليتر؟ sur نقصها ولا نضربها؟ 1000 sur سور 1000 ميل. دونك تجي لهنا كان نقسم سور ميل تولي بالليتر نقسم سور 10 اكسبوزون 3 هكا ولا؟ وي ولا اللي كسر لهنا على كسر ا على بي على سي دو لا فورم ا على بي على سي اش تساوي ا في سي سي على على بي بي صحيح ولا؟ وي هكا ولا؟ تري بيان. وي دونك نرجع توا لهنا اش باش نكتبوا ايجال 0.05 جرام و 10 اكسبوزون 3 ديفيزي sur بار لتر. L اش oui تولي تساوي هذه بالكل لا كونسنتراسيون في الاخر فينالمون سي ايجال اكوا 0.05 فوا 1000 اكوا تيجال ركزوا برك قداش باش توخروا من فاصل هذاك الفاصل ان قداش باش 50 تخرجوا 50 50 شنو 50 شنو هي لونيتي؟ 50 غرام بار لتر صحيح تري بيان. دونك في النتيجة نتاعنا لهنا باش نكتبوا دونك سي على فان سي ايجال 50 غرام بار لتر. وهنا راهو منطقيا انت توا مش تكتب باللوجيك لوجيك دي شوز اني انا نعرف وقت اللي يبدا في بالمليليتر 0.05 غرام في المليليتر الواحد في المليليتر الواحد 0.05 غرام. اما في 1 لتر معناها حاجه اكبر بالطبيعه مش تولي الماس اكبر وهك علاش طلعت الماس ولات 50. دونك وين خذيت حاجه اخرى توا من الجرام بار مليليتر للجرام بار لتر او ملتيبلي بار ميل من الجرام بار مليليتر للجرام بار لتر شنو نعملوا او ملتيبلي بار ميل. تري بيان. دونك قاعد تفهم فينا توا يوسف بالقدام من اول حصه توا وي تري بيان. باهي ناخذ تلميذ اخر ولا تلميذه رحمه يا رحمه جويني تفضل رحمه 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 اذا كنت تنجمش دونك كما قلت انا راهو التلامذه فما شكون مازال ماهوش متريني عليها كيفاش نخدمو. دونك تحاولوا تتبعوا شوية تفهموا مليح معناها تتبعوا لي كونسين اللي قلناها من الحصة. باهي ناخذوا تلميذ اخر. وي مشيو وي مشيو مش نجمو نحاولوا معناتها طول ال هاي هادي 500 مليليتر نردوها طول 5 لتر نجمو احنا
هذا كل تنجم تعمله. احنا لو ندون الى تولي بوسيبيليتي، تنجم اللول انت تحول بالليتر، وتنجم تحول بالمليليتر، وكيما تحب. معناها انتوما توسكو فولي من اللول تنجموا تعملوا بلوزيور، معناها تكنيك دو كونفرسيون. المفيد انتوما فاهمين كيفاش تعملوا كونفرسيون، سواء من اللول ولا من الاخر. هذا ساعات يقول لك تخرج لا فالور وبعد تعمل كونفرسيون. فهمت سي الهادي؟ صديقي الهادي الهدواش، ميرسي. هاي صحيتي هادي. باهي، شوفوا تلميذ آخر. شوفوا تلميذة ولا تلميذ آخر. باهي، باش نجاوب على ياسين. ياسين رقد. عسلامة شيخ. أهلا بولدي السما، مرحبا. هاي سي ياسين، جاوبنا على أيوة. Une solution aqueuse de glucose à une concentration C est égale à 40 grammes par litre. Elle contient 5 grammes de glucose dissous. Quel est le volume de la solution? صحيح. معناها احنا توا مش نلوجوا على شنو؟ انه دوموند دو ديتيرميني كوا؟ لو فوليوم دو لا سوليسيون. اه توا احنا المطلوب مني انا كتلميذ مش خارج الفوليوم دو لا سوليسيون. هكا ولا؟ شنو من المعطيات اللي عندي؟ La concentration. Très bien. On a des choses autres. Les matières que j'ai, j'ai la concentration, j'ai des choses autres. Et la masse de glucose. La masse, très bien. Donc, j'ai deux données, les hommes, la concentration ou j'ai la masse de glucose. Donc, je vais commencer à toi. Je vais écrire à toi. Vous savez égal à quoi? C'est égal à M sur V. Très bien. On est là où j'ai la chanson. شنو راه الفوليوم؟ Je vais déterminer le je vais déterminer le volume. Donc V égale à quoi? Égale C fois M. ركز. Un peu de concentration. احنا نقراو في الكونسنتراسيون ونطلب منك باش تفهم. ايوا شفتو كي تركز يا صديقي الباهي. يا سي ياسين السمح. دونك شنو نكتبوا ولدي توا؟ ريت بعد توا ما ركزتش شنو سي لا ماس. Sur la concentration. Donc, هذه la relation اللي حاجتي به. آه هاي. Donc, توا كي مش نخرج توا الكالكول نتاعي اش نكتب؟ نعمل application numérique. Application نكتب في égal 5 grammes أيوة. Sur. أيوة. 5 grammes sur 50 grammes par litre. Donc, 5 grammes de glucose sur combien? Sur 40 grammes par litre. Sur 40, صحيح. Donc, il y a 5 sur 40, à 0,125. Ah, je n'ai l'unité. L'unité litre. Litre. Quand on a 10 grammes en fou, comme l'autre gramme par litre, donc je suis allé l'unité en litre. Litre, oui. Quand est-ce que c'est le millilitre? Tu n'as jamais dit le volume est là. Il y a le litre. Je vais te dire que le millilitre, quand est-ce que c'est le millilitre? On le divise par 100 par 1000. اسمعني ركز تو كي تركز باش تلقى النتيجه باهيه. نعرف خاطر انت كي تركز لازم باش تلقى خاطر بكريكا كي ركزت جاوبتنا بالصحيح. شنو نعملوا يا ولدي الباهي؟ شكون اكبر الليتر ولا المليليتر؟ شكون اكبر؟ الليتر اكبر. ايوا باش تحول من الليتر للمليليتر اسمها فيها الليتر مليليتر ستادير اون ميتوبي اه ولا اون اش تولي؟ تولي 125 مليلتر. صحيت 125 مليلتر صحيت. فهمت توا؟ اي صحيت. دونك لهنا كيف يبدا عندي كونسنتراسيون ينجم يسالني باش نخرج الفوليوم، كيما ينجم يطلب مني باش نخرج الماس، كيما ينجم يطلب مني باش نخرج الكونسنتراسيون. دونك تو ديبون دو لا كيستيون. ما يلزمنيش حتى سؤال نضيعه. وقتاش؟ وقت اللي نبدا فيه. واضح؟ مركز. تري بيان، صحيت ومركز، تري بيان، صحيت صديقي. هكا كي نفهموا حاجة باهية برشا وأنه راهو لا كونسنتراسيون سي تري امبورتون في لي ريبونس وفي الفهم وفي كل شيء. باهي، ناخذوا التلميذة معانا. ناخذوا ملك. اي ملك. عسلامة مسيو. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ ان شاء الله راك عامله كيف على الحصه ان شاء الله.
هاي تفضلي جاوبنا على كيستيون نيميرو 3. Quelle est la masse de sel dissous dans 100 millilitres d'une solution d'eau salée de concentration C 20 grammes millilitres litres moins. لا لا يا بنتي سمحة، احنا تو كنا نحكيو انا وصديقك على شنو؟ كنا نحكيو على الكونسنتراسيون، احنا نقراو في الكونسنتراسيون نطلبوا كان التركيز وشويه شويه هدوء ما نبداوش نزرعوا. قال لي كيلي لا ماس دو سيل دي سو دون 100 مليلتر دو سوليسيون دو سالي دو كونسنتراسيون. عاود اقرا لي كونسنتراسيون شو تساوي؟ كونسنتراسيون سي ايغال 20 غرام بار لتر. تري بيان، دونك 20 غرام بار لتر حط غادي سي سا. باه هاي جاوبوا سي ايغال سي ايغال ام سور في. تري بيان، على شنو مش نلوجو؟ لا ماس اي ام ايغال سي فوا في. تري بيان، ام ايغال سي فوا في. هذه نأطر نرجع توا مش عامل ابليكاسيون نيميريك. اي ام ايغال 100 مليليتر 20 فوا 100. شنو هي لونيتي نتاعها؟ غرام بار لتر. والفوليوم شنو هي اليونيتي نتاعو؟ 1 مليليتر باش تحولوا لليتر شنو تعمل له؟ قداش يولي؟ 100 مليليتر باش تحولها لليتر قداش تولي؟ 0.1. تري بيان، دونك 20 فوا 0.1 اكوا تيغال؟ ايغال 2 غرام. تري بيان، دونك ام ايغال 2 غرام وهذاك هو المطلوب منا، دونك ام ايغال 2 غرام. تري بيان، صحيت بنتي. باهي ناخذوا التمرين الأخير أو السؤال الأخير في التمرين عدد أربعة. أهلا بولدي، أهلا بولدي، سمح مرحبا. هاي أعطينا ترى ريبونس نتاع الكيستيون 4. شفت ايش يقول لك في السؤال رقم أربعة؟ طلب منا لي ماس دي ريسيبيون، قال لي بلاسي سور لي بالونس سي كونتر اون ايتي انولي. كيلي لا ماس دو ميلانج؟ هاي ماس بالشيما شنو عندك؟ قداش يساوي الماس تاع الميلونج؟ سكر 50 غرام. ايه افيك اسمعني اسمعني اسمعني، يعني نحفر في الحصه باش الدراسه عن بعد. اول حاجه عندنا لا كونسنتراسيون، ثاني شيء فما انضباط اللي هو حتى كونت ما هو محلول وتبعني كنان. تفضلي. لو سكر 50 غرام. الأو 170 غرام. قداش أو سكري؟ أيوا أو سكري سي 50 غرام مع 170 غرام. تري بيان، دونك شو نقولوا في الحالة هذه؟ إم ماس لا سوليسيون إيغال إم إم سكر إم سكر بلوس إم أو لا ماس دو لو. تري بيان، دونك في الآخر اش تعطيني؟ اش تعطيني أون ماس 220 غرام 20 غرام. علاش هذا؟ بوركوا اون افي سا؟ علاش قلنا راهو لا ماس توتال ايغال 220؟ علاش؟ كار ما يتغيرش خاطر شكون اللي ما يتغيرش؟ لا ماس تو توتال ماس توتال دو لور دو لا ديسوليسيون كار لور دو لا ديسوليسيون la masse ne change pas car lors de la dissolution de la dissolution car lors de la dissolution la masse totale ne change pas. شنو هي الماس توتال؟ هي ماس solvant plus masse avant la dissolution et masse après la dissolution. انا عندي افون لا ديسوليسيون. وي خاطر فما واحد انا قال لي بلي يقول واحد ممكن هو يمكن ما نجمش يدخل الجروب. اي يبعث لي ميساج. شوف تو هي تو الحصه قريب توفى، اما نوعدكم في الحصص المقبله يهبطوا لكم السيغي تهبط من قبل وقتها ومن يخرج على الاستاذي
وريه انت كيفاش باش تعملوا تعمل الانسكريبسيون، كيفاش تدخل وكيفاش تعمل. تو نوريكم زاد المره الجايه وندخلكم نعطيكم كيفاش تدخلوا الرابط نتاع استاذي وتنجموا تحضروا ديما في الحصص نتاعنا ان شاء الله اللي حصص متميزه. عايش ولدي عايش ولدي. باه ناخذوا اخر سؤال في التمرين الاخير نتاعنا، ناخذوا محمد مالك عبد الله عبد ال هاي تفضل اسم محمد داي التمرين على الله يراه مقبلك مسيو مقبلك انا بعثتك مسيو على الكيكه هاي مسيو خاطر السؤال نتاع قبلك ما فهمتوش انا الحق اللي هو اللي هو اللي هو هاي تفضلي هاي بي تفضل السؤال انا هو هاي وين بالضبط؟ هذايا هنا على دو زيكيليبر لهنا كيفاش جاو؟ اي كيف شوف يا ولدي انت باش تخرج في الاخر بكل مطلوب منك باش تخرج الماس باغ اكزومبل ماس تاع الكورسي اللي حطيناه في الدوزيام دوزيام هذايا بلاتو في ال في ال شو اسمه في البالانس. انا لهنا اش عندي؟ عندي طار هي بيدها ريتها الكتله هذيك نتاع الجسم الصلب اسمه طار في الحالتين موجود هو بيدو. دونك شو اللي عندي؟ الماس دو لاطار في الاولانيه تساوي الماس دو ليبروفيت بلس ماس دو بلس ام ان. واضحه عندك هذه. والماس دو لاطار اللي هي بيدها والماس دو لاطار اللي هي بيدها تساوي ماس دو كورسي بلس ام دو بلس ماس دو ليكيد بلس ماس دو كورسي. فهمتني؟ الماس دو لاطار في البلاتو نتاع البالونس الثانيه شنو يساوي؟ يساوي الماس دو كورسي بلس لا ماس دي لبروفيت بلس لا ماس دو لو بلس ام 2. فهمت توا؟ وبما ان انت كتبت عندك اكس تساوي بي واكس تساوي ا ما نجموش نقولوا ا ايكال بي اكس من جهه تساوي ا واكس تساوي بي ما نجموش نقولوا اكس ا يساوي بي نجم ولا اي انت عندك ام طار تساوي من جهه نفس الحكايه في في الاكليبر دو ام طار ايغال دونك تنجم تعمل لي دو سونتيغو قص الكونيكسيون. باه نكملوا توا التمرين الاخير بالنسبه لنا احنا اللي هو تمرين عدد خمسه. باش ناخذوا تمرين عدد خمسه ناخذوا تلميذ اخر يشارك معنا اي محمد الياس الزيك. On veut préparer une seule salem. On veut préparer. On veut préparer une solution d'eau sucrée. Pour cela, on dissout 6 morceaux de sucre dans un volume d'eau de 750 millilitres. Un morceau de sucre pèse 5,6 grammes. Très bien. Distinguer de solvant et dire si la solution est aqueuse. Ah, je me suis dit que tu étais blanche, je me solvant. Solvant ou le soluté ça. Soluté ou le sucre. Ben. Six morceaux de sucre. Ben ou solvant. Solvant ou l'eau. Ben donc soluté, qu'on a sucre. Sucre ou solvant ou l'eau. Très bien. Ben, au chemin, quand les aides, quand les distinguer le soluté et le solvant et dire la solution, est-ce qu'elle est aqueuse? La solution préparée. Une solution aqueuse du sucre. Donc, la solution préparée. Préparée. Hein, je vais. Et une solution aqueuse. La solution préparée, je vais. Et une solution à cause de sucre. Donc, cette solution préparée est une solution à cause. Donc, la solution préparée est à cause. À cause. Hein? Allez. Ouais. وعطانا مسيو زاد ان مورسو دو سكر بيز لحظه علاش قلت اكوز علاش قلت اكوز على خاطر اي سوليسيون فيها الاو معناها يكون سوليتي ولا سولفون ديما سوليسيون اكوز
معناتها هنا كي سوليسيون تاعنا اكوز على خاطر انا اوتيليزي لو هكا ولا وي دونك في الاخر بكل سوليسيون مش نقولوا عليها اللي هي اكوز كار انا اوتيليزي لو هكا ولا كار انا لو كوم سولفون تري بيان اعطينا ترى السؤال اللي بعد Quelle est la relation mathématique entre C et CM et V? Vous rappelez les unités de ces trois grandeurs. Très bien. A-t-il sa relation? Relation C égale M sur V. Très bien. C égale M sur V. Quelle est Bada Finaf sur L? Calculer la concentration. لا 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 انت توا مازلت في نفس كيستيون 2 سي ايغال سيرفي ومن بعد اعطيني لي زونيتي اش تكتب ام سي كوا لونيتي نتاعها شنو ام جرام كيلوغرام ولا غرام لا ماهوش بالكيلوغرام في الكونسنتراسيون فماش كيلوغرام والام اون والفي اون لتر دونك سي معناها سي سا سورا اون كوا غرام بار لتر دونك غرام بار لتر Donc, c'est en grammes par litre. Très bien. Allez, calculez la concentration. C à quoi t'égale? Égale M sur Attèche V. M. M. Mm-hmm. Solution taux de sucre. M. Qu'est-ce que c'est M? Qu'est-ce M? On a déjà avec les 5,6. Fois 6. Très bien. Allez, je crois qu'on a fois 6. On a 6 morceaux de sucre. 6 morceaux Très bien. De sucre. Donc, 6 morceaux. Donc, je n'ai que 6 fois 5,6 sur combien? 33. Sur 750 millilitres de liquide. Donc, c'est tout le monde. 33,6 sur 750. Donc, c'est égal à quoi? 0,0448. Donc, c'est égal... Égal 0,0448 grammes par litre. Haka, voilà, par millilitre. Par millilitre. Millilitre. Très bien. Hein? Est-ce que tu as les grammes par litre? Toi, les grammes par litre? Hein? مادام هي 0.0448 غرام في المليلتر دونك في الغرام بار لتر باش تكبر قداش تولي اي باش تولي 44.8 غرام بار لتر صحي دونك سي ايغال 44.8 غرام بار لتر دونك لهنا فهمنا اللي كونو راهو بالنسبه للخدمه نتاعنا بالنسبة للكونسنتراسيون أني نعرف كيفاش نجاوب نعرف كيفاش نلقى عندي مثلا لي ريبونس يكونوا بوزيتيف وبالتالي نفهم اللي كونوا بالنسبة للكالكول نتاعنا يبداو واضحين معناها ونبداو فاهمين دو كوا يتساجي وهذا كله تو ديبون دو لا كونسنتراسيون نتاع الخدمة خاطر أنا كي نقول راني جي سوي كونسنتري معناها في الخدمة نتاعي مش بكلام برا دونك يلزمني نكون مركز على الخدمه نتاعي يلزمني نجم نكون زاد كيف كيف عندي فكره على كل المحاور اللي خدمتها انا وتعديت عليها دونك باش نبدا واضح كيفاش نجاوب دونك اليوم رينا الكونسنتراسيون ورينا الماس فوليميك جو فو ريميرسي في الامان